حياتي ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال كي راكم تشوفوا هذا الفيديو. اذا كنتوا اول مره تشاهدوني على هذه القناه ان شاء الله ديروا لي جيم وابوني، ونرحب بجميع التعليقات تاعكم ان شاء الله. كما شفتوا في اول فيديو تاع صنع لا روب، ثم راح قلت لكم، انا قلت لكم وعدتكم بلي راح ندير لكم خطوه بخطوه كيفاش درتها كيفاش صورتها. دونك راح نبداو بهذا لوكار هدايا اللي هو عبارة عن بياسات في حقيقة الأمر، وركبتهم. ومن بعد اللي جا قبلها كان عبارة عن نصف قلب، هنوريك إن شاء الله يبان لكم في الفيديو. ومع في الأخير إن شاء الله راح نتعلمو كيفاش نديرو هدايا. أنا لكل ولا رقبة لاكليونت عطات لي رقبة غون، عطات لي الرقبة تاعها غون، دونك أنا خدمت على حساب الرقبة. وفي اللور من الوراء عطاتها لي في هاديك، دونك الامام و تما البياس تاع اللور و البياس تاع القدام يختلفوا فقط في الوسطانية اللي خدمتها. دونك هنا درت في الوراء درت ثلاثة قلوب، واحد كبير والاخر متوسط والاخير صغير ان شاء الله. مازال ما وصلتش، ما خدمتش هنا، ما حاش نخلي هذا الفراغ بين الوجه الامامي والوجه الخلفي، ومازال ما خدمتش لي مونش. دونك نستنى في جميع اقتراحات تاعكم في التعليقات ان شاء الله، وان شاء الله الاقتراح اللي يعجبني راح نخدم به هنايا. دونك نبداو بطريقه العمل تاع القلب الصغير ولا الكبير. دونك كيما مولف قلت لكم انا نخدم توجور بالكودون، نشري ديريكتومون دي باكي، نشري ديريكتومون باكي عند الكروسيست. وانا شريت هاد الخضرة لو مويان سيت مويان، دونك شوفوا كيفاش يسهل الخدمة. اللي شاف الارشادات اللي حطيتها تاع شراء الكوردون ان شاء الله يكون تكونوا تعرفوا الان كيفاش تخيروا الكوردون تاعكم. دونك نبداو بطريقة العمل. انا قطعتهم ما نسبقتكم وقطعتهم كيما مولفة حتى نقول لكم اشاك فواحد سكوتش من الجهتين باش ما يتحل لكمش، باش ما تحلش الخدمة تاعكم. ديجا هذا لازم نعاودو خط سكوتش ما حكمش فيه مليح. دونك نبداو نخدمو بهاد لابياس. دونك في طريقة العمل دونك نشوفو كيفاش راح نخدموها، ما هو الاختلاف بين هاد لابياس وهاد لابياس. ونسأل ننصحكم نخدموها بهاد الطريقة. انا قطعت الخيط تاع 11 سنتيمتر، هاك حنشيل لوحة حلقه. انا كيما مولفه نوري لكم ولا كيما مولفه تشاهدوني في الفيديو تاعي توجو نحط القيس، هاك انا حبيت تكون كبيره. دونك نحكم البرة تاعي ونبدا بالعمل. بون كيفاش راح تجيكم اون فوا بومبي، وكيفاش راح تجيكم هنايا هكذا. دونك سهله الطريقه في هي كي نحكموها كيفاش راح نحكموها. دونك اذا حبيتها تجي بومبي راح نحكمها هنا، راح نحكمها في الحواف. واذا حبيتها تجيني هكذا راح نحكمها هنا تما في الاطراف، ما نخليش طرف كامل، نخليها نتيبو ونحكمها. وانا حبيت تجيني بومبي دونك نحكمها هنايا. ان شاء الله تكون طريقه العمل ولا الشرح واضح، واي سؤال ولا اي استفسار على اي طريقه ما فهمتوهاش ولا اي فيديو ما فهمتوش ان شاء الله تقولوا لي وحنعاود لكم ان شاء الله. سمحوا لي ما كانش عندي الوقت باش نحط لكم فيديوهات. دونك رايحه نقص ونحرق. هاي لك هي في الحقيقه الخطوات جد سهله. فوالا كملت
الاول دونك راح نديرو كيفاش راح ندير نصوبو لي يجي هنا. كما راكم تلاحظوا راني قطعت خيوط دونك نعقد الخيط تاع الابرة تاعي وصوبت واحد دونك راح نصوبو هذايا. هذايا هو اللي يجينا دونك انا درت هذا على اليمين ندير واحد اخر خو على اليسار. دونك انا قطعت هنا سي دي 6 سنتيمتر انا نقطعهم كامل باش نبدا نعمل تما باش يجوني كيف كيف. قطعت هنا 6 سنتيمتر دونك هذا قلنا درناه على اليمين تما جا هذا جا على اليسار دونك هذه لازم نديروها على اليمين. جينا على اليمين هاي اللي كيفاش دونك نبداو نخيطو بها. كاينين اللي يحبوا يلصقوها ديريكتومون بالساق ومن بعد يخيطوا انا نخيط ونحكمها ما يديرونجينيش. نقطع الخيط نحلقو كيفاش نجينا نحكمها من ما ونلصق هنا نسيي نلصقوها في الوسط ونعاودو نحكم من ما نسيي نلصقو في الوسط. انا ندير الخيط البرة تاعي ونعاود نرجع لكم باذن الله. فوالا نسيو توجور نقلبو الخدمة باش نخيطو باش ما يكونش الوجه الامامي تاع الخدمة فوق لاغوب يبان تما ما يبانولناش هادوك الخيوط في الجميع. دونك انا كملت حطيتها هكذا بديت نخيط دونك خليت 4 سنتيمترات على الاول بديت نخيط فيها. انا نخدم فقط بالنسبه للبرة تاعي انا نخدم بالبرة تاع العقاش دونك باش تسهل لي الخدمه تاعي نخدم بالبرة تاع العقاش تما باش كي نخيط ما نلقاش صعوبات. بالنسبه للي عندهم مشاكل في الخيط يعني عقد لهم تما ما يقدروش يديروا خيط طويل انا ننصحهم ديروا شمعة وحكوا عليها باش ما يتربط لكمش ولا ما يعقد لكمش. نسيو نحكمها مليح مالك. دونك نزيدو الثاني نعاود نخيط ثاني نفس الطريقه كيما خيط الاول نعاود نرجع لكم شوفوا كيفاش راح نربطوهم هنا ان شاء الله. هاديك بعد ما خدمنا الطرفين سيو كيفاش كي تخيطوهم تلقاوهم في نفس الجهه دونك نبداو نحطو كيفاش راح نصوبوها هنا في الوسط. دونك سيو كيفاش يكونوا في زوج في الوسط باش نبداو نخيطو بهم. دونك هنا نبداو نحكمو بالخيط دوجور كيما قلت لكم سيو تخدمو في الجهة اللي حين نحكمو بها فوق لاغوب باش ما تخسرناش الخدمة تاعها. دونك هايليك نحكمها معاكم
شاء الله تكون طريقة واضحة. نقطع الخيط ونحكم الأخرى بنفس الشيء كيفاش يتلصقوا لي هذا. خاطر ما جاتش الوسط في الوسط هادية دونك نسيو كيفاش نجينا اون سيميتري ما بيناتهم. هاولي كيفاش جانا القلب تاعنا ولا حبيتوه تربطو هنايا. يمكن تحكموا الخيط وتحطوه هكذا دونك تحطوا لاستراس نتاعكم هنايا. هاولي كي تحكموها وتزيدوا. وانا زدت خدمت عليها، انا خدمتهم فوق الدوب ديريكتومون. تخدموا به هكذا. انا اللي حبيت نخلي الفراغ. بالنسبه للاخت اللي حبيت تخدم غير بهديه دونك انا ننصح دي ديريكتومون الحجم ولا دي ديريكتومون كي تجي تخيطي في هذا خدمي ديريكتومون القيس تاع الاستراس تاعك وخلي لها شويه، خاطر كي تخيطيها فوق الثوب هي تاكلك في الحقيقه الامر. دونك شوفي فيها تخدميها هكذا ديريكتومون دونك ما حاش تخدمي اون سنتيمتر، راح تخدمي قل 9 ولا 8. فوالا كيما شفنا الطريقه تاع العمل تاع هادي وانا لصقت على تو بالخيط في البدء الامر حكمتهم كامل بلا كولاديه. من بعد بديت نلصق بالخيط كيما راح نشوفوها هنايا. هاوليك تما ما بانتليش اللصقه قايتيك وانا حكمتها بالخيط هايديك. والى اللقاء وسحفتكم الى الفيديو القادم ان شاء الله.